السلام عليكم، كي دايرين الخوت؟ اش اخباركم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى نلقاكم هذا الفيديو نتوما في احسن الاحوال. المهم غادي نشارك معكم اليوم الفيديو في قصريه ديال جناير. المهم اللي بغى شي صباط ولا شي حاجه عند الاخ مرحبا بيه، ها هو عنده كل شيء زوين تبارك الله. المهم النمره ديال الحامل ديالو هي 140. يا مرحبا بكم عند الاخ، راه عنده الحوايج صباط هنا واعرين صراحة، كل شيء عنده زوين تبارك الله ما شاء الله. المهم اللي جالسين غير ولا بغا يشري الصباط يجي لهاد المحل مرحبا بيه، ويقول لي راني جيت من طرف قناة زينب وسعدية اوكسي وغادي يتصاوب معاه ان شاء الله. يلا نوريكم بلايص اخرين ان شاء الله. يلا غير هو راه هاد السيد كاين نيت في الدخله ديال القصريه. المهم هانتوما كتشوفوا المحلات هنايا كلشي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. المهم عندهم هنا الحوايج واعرين 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 ما شاء الله. المهم اللي بغى الحوايج القصريه ديال سنغير غادي نشوفو هنايا التخفيضات ديال 5 دراهم. هادشي كامل هي اللي كاين التخفيضات، هادشي ب 5 دراهم. صراحة جيت في هاد الوقيتة ولقيت الحوانت بزاف مسدودين، ايوا هدا مكان. المهم انا شريتكم هنا في القصرية ديال سنغير، واخا لقيت واخا لقيت الحوانت مسدودين كاملين صراحة ما شاء الله. شوفوا شوفوا القفاط، نشوفوا اللي بغا يعرس يجي مرحبا بيا لسنغير ما شاء الله. ماشي عندهم واعر you.